اليوم حنا الطلبه المهندسين في ثالث ايام الاضراب ديالنا اللي علناته الاضراب الانذاري اللي علناته التنسيقيه الوطنيه للفنون والمهن بكل من الضالبيضاء ومكناس. اضراب جا ضد قرارات جائره اصدرتها الحكومه. اولا رفع المهول من عدد المقاعد، ثانيا الغاء مباراه الولوج اللي كانت معروفه بالجوده ديالها وباستقطابها لنجباء الوطن، ثالثا وهي النقطه التي افاضت الكاس اللي هي تمرير قرار في عز الجائحه وفي عز الازمه اللي كنعيشوها، قرار سبق لنا حنا الطلبه والخريجين والاساتذه بالرفض ديالو التام مع تقديم الحجج الكافيه والشافيه لالغائه. وبالفعل تم اعلامنا انه تم الغائه، الا اننا كنتفاجئوا في عز العطله الصيفيه باصداره في الجريده الرسميه. هذا القرار اللي هو المرسوم 2/10/210 يقضي بتحويل مدرسة لنسات إلى مدرسة فنون ومهن، قرار اللي أقل ما يمكن نقول عليه أنه قرار عشوائي 100%، قرار يخدم صالح فئة معينة على حساب فئات أخرى، نظرا أن المدرسة العليا للفنون والمهن لها خصوصياتها التي تطبعها ولها تطبعها وتطبع تكوينها المتعارف عليه بالجودة. اخيرا بغيت نقول اننا ما عندنا حتى شي مشكل مع اخواتنا الطلبه بلانسات غابه، مشكلنا مع الطريقه والمنهجيه التي تم اصدار بها هذا القرار، منهجيه يطبعها التحيز والتضارب المصالح والغموض. والجدير بالذكر ان الوزير الحالي السيد امزازي اللي هو كان العميد السابق للجامعه محمد الخامس التي تضم انسات غابه، والذي يصر على اعطاء اسم وسمعه مدرسه جاهزه الى مدرسه اخرى. هذا الامر هذا هو اللي كيستدعي كيخلينا نطرحوا مجموعه من التساؤلات. علاش الوغ اليوم طلبه مهندسين فنون مهن بكل من الدار البيضاء ومكناس جينا اليوم كننظموا الوقفه الاحتجاجيه اليوم الثالث على التوالي تتم المسار النضالي اللي خداه الطلبه المهندسين فنون مهن بكل من الدار البيضاء ومكناس. كنحتجوا اليوم لاننا كنرفضوا رفضا تاما وشاملا القرار والمرسوم اللي خرجت به الوزارة المعنية اللي من خلاله تمت تغيير اسم المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة التقنيين بالرباط الى المدرسه الوطنيه العليا للفنون والمهن. هذا القرار وهذا المرسوم كنشوفوه حنا كطالب على انه قرار غير صائب ولا ينبني على اي اساس ولا ينبني على اي معطيات واضحه التي تهدف الى التكوين الى تحسين جوده تكوين طلبه مهندسين فنون ومهن بالمغرب. هذه الجائحه وهذه العطله الصيفيه استغلتها الوزاره باش تغير هذا الاسم في ظل معارضه الطلبه الخريجين والطلبه المهندسين والاساتذه بالمدرسه الوطنيه العليا للفنون والمهن بكل بيت الدار البيضاء ومكناس. نحن ايضا نتساءل اذا كانت الوزاره تبتغي توسيع شبكه الفنون والمهن بالمغرب، فلماذا تم الغاء مشاريع توسيع مدارس هندسه اخرى تحت الضغط؟ فهنا نتساءل ايضا مره اخرى، هل المدرسه الوطنيه للفنون والمهن مستهدفه من طرف الوزاره؟